مولانا من القدس المحتلة عزام أبو السعود الباحث في شؤون القدس. سيد عزام، يعني بما أنك شاهد عيان على حريق المسجد الأقصى، دعني أخذك إلى ذلك اليوم. هل كان هناك تراخي متعمد في إطفاء الحريق؟ نعم بالتأكيد، يعني السيارات الإطفائية لم تصل بسرعة، تم إعاقتها من قبل الإسرائيليين. المركز الإطفائية في القدس يعني ما بيبعدش عن المسجد الأقصى أكثر من 300 متر، لم حاولوا الإطفائيين الوصول إلى المسجد الأقصى، لكن سيارات الشرطة كانت تعيق دخولهم، لذلك الناس لم يكن أمامهم اللي تدفقوا إلى المسجد الأقصى عندما سمعوا بالحريق، تدفقوا إلى آبار المسجد الأقصى وبالدلاء بدوا ينشلوا المية من الآبار مشان يحاولوا إطفاء الحريق، وعشان هيك يعني تم الإطفاء بطريقة بدائية ليست مجهزة، وكان هذا أول عنصر تنبيه بإنذار خطر كبير على المسجد الأقصى اللي كانت تدير الأمور أو العربية في الضفة الغربية في ذلك الحين، كانت الهيئة الإسلامية العليا في القدس، والهيئة الإسلامية كان أول قراراتها تعيين خبير بشؤون الأمن والسلام العامة في المسجد الأقصى، وتعيين مهندس الخبير كان الأستاذ حازم الخالدي، والمهندس المقيم لإعادة إعمار المسجد الأقصى وكان المهندس إبراهيم الدقاق، وكلاهما مقدسيان. نعم. هذا الأول رد فعل، لكن الإعلام العربي في ذلك الحين لم يصل إلى العالم الغربي، كأنه يعني بقي إعلام محصور في العالم العربي، واستنكر العالم العربي بكل طوائفه ودوله بالكامل هذا الكلام، لكنه ذلك لم يؤثر بشيء على السياسة الإسرائيلية، إلا تخوف جولدا مائير اللي أعلنت أنه كان أحد أخطر أيام حياتها، لأنها كانت خايفة أنه عملية إحراق المسجد الأقصى تؤدي إلى حرب شاملة لتحرير القدس أو حرب من الدول المجاورة، لكن اكتفى العالم العربي والعالم الإسلامي عن قضية إحراق المسجد الأقصى بالبيانات الإعلامية والشجب والاستنكار كما هي العادة في كل مرة يتهدد المسجد الأقصى. سيد عزام، يعني لا خلاف على الأهمية الدينية للمسجد الأقصى، لكن يعني هناك أيضا قيمة تراثية وإنسانية لهذا المسجد. إدراج الأقصى نعم على لائحة اليونسكو للتراث، كيف يمكن أن يحرك العالم من أجل الحفاظ عليه؟ هو بالتأكيد أولا حماة الأقصى ثبت عنا مع عدة تجارب، تجربة السنة الماضية وقبل تجربة قبل 3 أيام عندما أغلق المسجد الأقصى، وتجربة تموز في العام الماضي عندما أغلق المسجد الأقصى لحوالي أسبوعين. اللي وقفوا في الميدان هم أبناء القدس والمجاورين للقدس اللي يستطيعون الوصول إلى المسجد الأقصى. هذا الكلام الأثر الدين العظيم الموجود بين إيدينا، وأجمل أثر معماري إسلامي تم في العصر الأموي، بحاجة إلى مزيد من العناية
الدولية ولا العناية العربية. نعم. الإدراج في اليونسكو هو موجود في اليونسكو كأحد المعالم، لكن حتى اليونسكو تقف عاجزة أمام الغطرسة الإسرائيلية وأمام استعراض القوة الإسرائيلية اللي بتتم عمالها في نعم. المسجد الأقصى حاليا، واللي هدفها بالتأكيد هو تثبيت التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى. نعم، ويعني طمس الهوية العربية والإسلامية نعم. على هذا المكان. السيد عزام أبو سعود، الباحث في شؤون القدس وأحد شهود العيان على حريق المسجد الأقصى، شكرا جزيلا لك.